باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها، امين. هنستأنف في محاضرة النهاردة وهي المحاضرة الأخيرة بعض النقط الخلافية بيننا وبين البروتستانت في عجالة سريعة. من ضمن النقط اللي بنختلف فيها مع بعض البروتستانت مش كلهم موضوع الحكم الألفي، إن في بعض الفرق البروتستانتية بتعتقد إن السيد المسيح هيجي وهيحكم 1000 سنة على الأرض، هتكون 1000 سنة سلام، وبعد كده بقى بقية الأحداث والمجيء التاني يأتي. طبعا اما بيقولوا حاجه بيستندوا بيها على مفهوم خاطئ لبعض ايات الكتاب المقدس. لم يرد اي شيء عن الالف سنه هذه الا فقط في سفر الرؤيا في الإصحاح 20، يقول رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة. وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. وبعدين يقول ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين يعني إلى آخره، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت. ويربطوها إن 1000 سنة دي اللي هيبقى الشيطان فيها مقيد ويكون في ملك ألفي، يربطوها بما جاء في إشعياء النبي إصحاح 11، يقول يسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجد ويلعب الرضيع على سرب الصلب ويمد الفطيم يده على حجر العفوان، لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب. ويقول أيضا فيتبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. فيقولوا إن في 1000 سنة هيقبض فيها على الشيطان اللي هو الحية ويقيد لمدة 1000 سنة. 1000 سنة دي هيبقى فيها سلام والناس عايشة في سعادة وفرح ويبقوا مبسوطين خالص لغاية 1000 سنة، وبعد 1000 سنة بقى يحل الشيطان من سجنه ويضل الأمم وتبقى فيه الأحداث الأخيرة اللي هي فيها كل الضيقات اللي ممكن تأتي. أولا احنا نؤمن أن السيد المسيح
لا يأتي مرة ثانية إلا في اليوم الأخير. سيأتي في يوم القيامة، وسيأتي للدينونة، سيأتي للإيه؟ للدينونة. وده اللي بنقوله وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، أمين في الآخر. وفي قانون الإيمان نقول يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس لمنقه انقضاء، مش هيبقى 1000 سنة بقى، ملكوته لا ينقرض. والكتاب يوصف المجيء الثاني للسيد المسيح، يقول متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه، حينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. وآيات كتيرة تتكلم عن المجيء الثاني، ان هو هيكون مجيء للدينونة. وادى امثلة بكده ربنا يسوع المسيح، زي مثل الوزنات، لما هيجي بقى يشوف ادى كل واحد كم وزنة، اللي كان امين يقول له نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. واللي ما كانش امين يقول اطرحوه الى الظلمه الخارجيه. ايات كتيره تتكلم عن مجيئه الثاني للدينونه. بيقول تاتي ساعه فيها يسمع كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه، والذين صنعوا السيئات الى قيامه الدينونه. كل ده بيتكلم على مجيئه للدينونة، انه مش هيجي يملك 1000 سنة على الارض. هو نفسه في سفر الرؤيا يقولها انا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد عما سيكون عمله. فعشان كده احنا نؤمن ان المسيح له مجيئين، مجيئه الاول اللي هو بالتجسد الإلهي، والمجيء الثاني هيبقى للدينونة. لكن حسب فهم البروتستانت أو بعض البروتستانت لهذه العقيدة، معنى كده أن السيد المسيح هيبقى له كم مجيء؟ 3. وده طبعا لم يرد في الكتاب على الإطلاق، لأن مش منطقي. طب هيجي ليه يملك 1000 سنة وبعد كده يبقى فيها ايه؟ متاعب تاني، ايه فايدتها يعني 1000 سنة؟ بقى بعد الناس ما تعيش مع المسيح 1000 سنة، الشيطان يجربهم ويهلكوا بعد كده، طب ايه قيمة 1000 سنة دهيت؟ لكن لما هيجي يقول زي ما قال الكتاب السماء والأرض تزولان، يقول ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت. وفي مجيئي هينحل الكون، يقول فيه تزول السماء بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. نقطة مهمة تاني، ان يقولوا 1000 سنة ده هيبقى ملك ارضي على الارض. وهو السيد المسيح من الاساس رفض، قال مملكتي ليست من هذا العالم. حتى في تجربة الشيطان لي قال اعطيك كل ممالك الارض، رفض كل حاجة تخص الملك الارضي. طيب امال يعني طالما كده
طب ليه القديس يوحنا قال الألف سنة ديت؟ معناتها ايه؟ وان الشيطان هيبقى مقيد ومسجون، ومعناته ايه ان بعد الألف سنة يحل الشيطان من سجنه؟ معناته ايه الكلام ده؟ المسيح له المجد ملك بالفعل. متى بدأ ملكه؟ نعم؟ زي ما بنقول الرب ملك على خشبة. وعشان كده احنا في احد الشعانين بنحتفل بيه المسيح الملك وهتفوله، مباركة هي مملكة أبينا داود، وصلنا واستقبلوك ملك. والكتاب قال الرب ملك على خشبة، عشان كده احنا في أسبوع الآلام في الساعة اللي فيها كان على الصليب، الساعة 12، يتقال مزمور اسمه عرشك يا الله إلى ظهر الدهور، أو كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. ويتقال بلحن يجمع بين نغمة الحزن والفرح في آن واحد، لحن جميل بكسرونس. فالرب ملك على الصليب، ده بداية ملكه. وزي ما خدته في عقيدة الفداء شرحت لكم أنا بنفسي ما الذي تم على الصليب، ايه اللي تم واحنا مش شايفينه، مين يقول؟ قول يا ابني. نعم؟ ايوه، ايه اللي تم؟ يعني ما هو حصل كده ازاي؟ قول يا بنتي. امتى؟ امتى؟ نزل امتى؟ لا قولي اللي ورا خالص. قربي قربي، قولي. قربي قربي، ما تتكسفيش. قولي بقى. تعالي تاني قربي. طول ما صوتك واطي مش هقولي بقى. نزل وبعدين قيد الشيطان. ده هو اللي حصل. بس ايه، انا اقول الرئيس هذا العالم ياتي وليس له فيها شيء. ففي اللحظة اللي هيسلم فيها روحه، حكيت لكم ان الشيطان تجرأ واقترب. فاكروا ان روح انسان عادي، فبدل ما هو يقبض، مين اللي قبض عليه؟ السيد المسيح، اللي هو عبر عنها الكتاب اشهرهم جهارا ظافرا بهم. فهو مسك الشيطان وقيده، وبعدين روحه الإنسانية متحدة بلاهوته نزل إلى أقسام الأرض السفلى، فك أسر كل الأرواح البارة اللي كانت في قبضة الشيطان، ونقلهم إلى الفردوس. وفي اللحظة اللي فيها أسلم الروح،
فهي دي اللحظة اللي قبض فيها على ايه؟ الشيطان. فهنا لما يقول قبض، هنرجع تاني لجيف سفر الرؤيا، يقول فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. المقصود قالوا بعد أن تتم 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه. يعني ايه؟ طب ما ربنا قيده، هيحله بعد 1000 سنة تاني ويسيبه؟ يقول يعطى زمانا يسيرا، يطلق عنانه شوية. طب ايه حكاية 1000 سنة وان يحل الشيطان من سجنه؟ ربنا قيد الشيطان، لكن ما انهاهوش. عارفين زي مثلا حيوان مفترس يتحط في قفص او يربط بسلسلة، مقيد، لكن ما زال له القدرة على الافتراس. يفترس مين؟ اللي يروح له، اللي يروح له. واحد يلعب معاه كده ويمدله ايده، هيروح حابر ايه؟ ايده. لكن ملوش سلطان على اولاد ربنا، عشان كده القديسين بيغلبوه. قاوموا ابليس فيهرب منكم. طب مش انت قيدته يا رب؟ اه، ما انا قيدته بالنعمه اللي اديتها لكم، ادانا أسلحة. الأسلحة ده هي الشيطان يشوفها، هو مقيد بالنعمة اللي احنا واخدينها. عشان كده الكتاب يقول البسوا سلاح الله الكامل، سيف الروح وخوذة الخلاص وبقية الأسلحة، ترس الإيمان. طول ما الواحد مسلح الشيطان يشوفه، هي دي السلسلة اللي بإيه؟ مش شرط ده سلسلة زي الأسد ولا الكلب المفترس، لا، الأسلحة اللي احنا خدناها بالنعمة دي بتقيد الشيطان، ما يقدرش يقرب، لأنه فاهم وعارف ويخاف. لو قرب هيضيع. عشان كده ولاد ربنا القديسين ده، لو بنت صغيرة أو ولد صغير يقدر يغلب الشيطان طول ما هو محصن بالنعمة. وانتوا عارفين حكاية القديسة يوستينا، مجرد بس ذكر اسمها الشيطان ما تحملش. لكن يقدر على مين؟ حد يقول لي طب ما هو الدنيا مليانة شر، منين الشيطان مقيد والشر مالي الدنيا؟ ما هو مقيد مش لكل حد. بالنسبة للي له، الناس اللي فيه واخدين أسلحة البر ومحصنين بالنعمة، ما يقدرش الشيطان يقرب منهم.
ممكن يزغلل عينيهم من بعيد كده، لكن ما يقدرش يأذيهم. يغوي من بعيد، لكن مالوش سلطان. عارفين زمان لما كان قايين ربنا يقول له عند الباب خطية رابضة وأنت تسود، أنت عليك السلطان تنفذ أو ما تنفذش. فالأسلحة والنعمة دهيت قيد على الشيطان. عارفين زي ما بيكون مثلا دول كبيرة يقولوا السلام البارد، في تعبير سياسي يقولوا السلام الايه البارد، يعني ايه؟ كان مثلا الاتحاد السوفيتي عنده ترسانة من الأسلحة النووية اللي تدمر العالم، والولايات المتحدة الأمريكية عندها أسلحة قوية تعادل ده وزيادة كمان، والاتنين ما كانوش في يطيقوا بعض وفي تنافس، لكن ده لا قادر يقرب من ده والتاني لا قادر يقرب من ده، فتحقق السلام. ازاي؟ يقولوا بالردع، سلاح الردع. فكل واحد عارف انه لو ضرب هينضرب، فخلاص نعيش في سلام. تعرفوا حتى في الحيوانات بيحصل كده. شوفوا اسدين او الاسود، انتم مش هتشوفوها قوي يعني، شوفوا كلبين، لو اتنين كلبين شداد وجم قصاد بعض والاتنين يعادلوا البعض في القوة، هتلاقيهم يفضلوا يزوموا كده قصاد بعض ومحدش يقرب لايه؟ للتاني. لكن لو واحد قوي وواحد ضعيف يهجم عليه ويفترسه على طول. عشان كده في بعض الدول، يعني احنا بلدنا مثلا في مصر بلد مسلمة، طول عمر مصر بلد سلام، لكن رغم ان احنا هدفنا سلام ومفيش نية في الحرب، لكن تلاقي الدولة تهتم ان يكون في جيش قوي مجهز بأحدث انواع الأسلحة ومدرب تدريب عالي. ففي ناس كده بفكر ضيق يقولوا طب احنا ما فيش حرب ولا حاجة ومش لاقيين ناكل، لزوموا ايه المليارات اللي تتصرف على الأسلحة والحاجات ده هي؟ ما هو طول ما في جيش قوي هو ده اللي بيحقق السلام من غير حرب. عشان اي دولة هتفكر تعتدي هتفكر 1000 مرة قبل ما تقرب، لانه عارفين نهارا ما بس يقربوا ايه اللي هيجرى. في ايهما افضل، ان الانسان يتحصن او البلد تتحصن وتصرف وتتدرب وهم في سلام، ولا يعتدى عليهم وتضيع الاموال دي واكتر منها وما نبقاش قادرين نرجعها تاني؟ لا، مضطرين نصرف مليارات والشعب يتدرب عشان يتحقق الايه؟ السلام. ايه اللي بيحقق السلام؟ قوة الردع. نفس الشيء اللي ربنا بيدهلنا ضد الشيطان. طول ما الانسان مسلح الشيطان مقيد. الشيطان ايه؟ مقيد. طيب يعني هيقيد فترة
وبعد كده هيتساب علينا؟ لا، ربنا قال ايه؟ ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ايه بس ده هيفكه، هيحل من سجنه. قبل ما يحلوا ولاده هيبقى عليهم ختم، اختم على جباه عبيد الله، يعني الشيطان ما يقربش منهم. امال هيتساب امتى وليه؟ في الايام الاخيره الانسان بيحارب نفسه بنفسه احيانا، والناس بتسلم نفسها للفكر الشيطاني وبتتخلى عن اسلحتها، اسلحة البر، وبيزيد الشر، ويوم الحساب جاي. فهتبص تلاقي في الايام الاخيره الحرب اصلا بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ بين السيد المسيح والشيطان. عارفين حكايه ايوب لما كان بار ويقول ليس مثل عبدي ايوب، فالشيطان جه يقول له طب هو بيعبدك مجانا؟ مش انت مسيك حواليه ومديله نعم ومديله بركات طب شوف كده، سيبني عليه شويه وشوف هيسيبك على طول. فربنا عارف ايوب، فبدأ يسمح للشيطان انه يتفك شوية مع ايوب. فايوب ما تهزمش. طب هنا تخلى عن ايوب ولا اداله فرصة ان يتكلل بالانتصار ويسير مثل اعلى للبشرية؟ ما هو ده ربنا بيعمل مع اولاده كده، ان كنا نتالم معه فلكي نتمجد ايضا. ايه؟ ان خفه ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر واكثر ثقه المجد ابدي. فهيجي في الاخر حتى لا يحتج الشيطان، ما انا كنت هم ما عبدكش مجانا، دول يعني انت مسيك حواليهم، وبعدين انت هتحاسبني ليه؟ انا ما عملت لهمش حاجة، ده هم اللي كانوا ايه؟ فربنا هيديله فرصته عشان حسابه هو كمان يكون بعدل. في الفترة دهيت هتكون في قبيل المجيء الثاني، قبيل المجيء الثاني، ولأن الشر هيبقى كتير والإيمان ضعيف، فربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. عشان كده ربنا أبقى شخصيتين أقوياء جدا في الروحانية، ما ماتوش. مين ومين؟ أخنوخ وإيليا، احتفظ بيهم حتى الآن، ما ماتوش. عشان في الفترة اللي هيحل الشيطان من سجنه ربنا هيبعت أخنوخ وإيليا ليقود الكنيسة ضد الشيطان،
لأن ممكن هتكون القيادات نفسها ضعيفة أمام الشيطان. وربنا عادل، لا يضعكم تجربون فوق ما تستطيعون، فسمح إن في حد ضدنا فهي أقوياء يكونوا معانا يقودوا الكنيسة، فالحرب ضد إيه؟ أبقى أخنوخ وإلية. طيب، الفترة بين تقييد الشيطان والفترة لغاية لما يحل من سجنه قد ايه؟ هل هي 1000 سنة؟ هل هي 1000 سنة؟ لا. طب قد ايه؟ لا، ربنا يريد ان تكون غير معلومة للبشر. ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه وحده. عشان كده عبر عنها بعدد من أعداد الكمال، رقم رمزي اللي هو 1000 سنة. والكتاب نفسه قال قبل كده يوم عند الله كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم. فهو من الأرقام الرمزية اللي تشير للتمام، يعني للكمال، لأنها فترة ربنا مش عايز حد يعرفها، فعبر عنها بالـ1000 إيه؟ سنة. طب وليه 1000؟ لا، ده عرف معروف. الكتاب نفسه قال قبل كده يوم عند الله كـ1000 سنة و1000 سنة إيه؟ احنا نفسنا كبشر بنستخدم التعبيرات دي لما نحب نقول يعني رقم كده، يعني يقول لك 100 مرة قول كذا. هل الواحد بيبقى قال 100 مرة؟ ولكن الواحد عايز يقول انا قلت بما فيه الكفاية، يعني مش كده؟ وفي يقولوا 60 مرة، 1,000,000 مرة، 1,000 مرة، تلاقي كلها مضاعفات ايه؟ 10 و100. فمش شرط الارقام دايما بتبقى بالدقة، لا، احيانا بتتقال بطريقة رمزية بتعبر عن المدة الكافية. فده تعبير مألوف في كل العالم، حتى الناس كده تلاقوا في الافراح حتى يقفوا كده يحيوا بعض، ما يكون بقى ينقطوا في بعض الأحياء الشعبية، يطلع واحد عايز يجامل كده يفضل فلان الفلاني الفلان الفلاني 1,000 مرة 1,000 مرة. طب ايه 1,000 مرة؟ فإذا هذا الأمر مألوف ومعروف، إن فترة مش شرط تكون 1,000، ولكن فترة رقم رمزي يشير للكمال، اللي هي الفترة بدءاً، إحنا عارفين بدايتها من صلب السيد المسيح على الصليب، الرب ملك على خشبة، وتنتهي قبيل المجيء الثاني. يسيب بقى الشيطان بكل قوته، اللي هي في الفترة اللي هيجي فيها الدجال، اللي المعلمنا بولس الرسول لما اتكلم على المجيء الثاني للسيد المسيح قال فإنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك المرتفع على كل ما يضع إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. يأتي بآيات وعجائب كاذبة بكل خديعة الاسم في الهالكين ليهلك ولو أمكن المختارين أيضا.
ورجع قال يبيده الرب يسوع بنفخة فيه ويبطله بظهور مجيئه. بعد الدجال بقى هيجي السيد المسيح ويكون المجيء التاني على طول. فده فكرة الألف سنة. لكن للأسف بعض اخواتنا البروتستانت بياخدوها انها ملك ارضي وبعد كده يعني ايه يحل الشيطان من سجنه. انا متهيألي خدت في النقطه دي بنفيل كفايه وشرحتها لكم، يعني فهمتوا الفكره نفسها. ننقل على حاجه تاني. استعدوا بقى للسرعة. في حاجة بنختلف فيها عن البروتستانت، المواهب. يهتموا قوي 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 بالمواهب، لكن كنيستنا تهتم بثمار الروح القدس أكتر من المواهب. تلاقوا القديسين يخفوا مواهبهم، لكن الثمار بتبقى جميلة. المواهب ما تدخلش الملكوت، لأن في اليوم الأخير هيجي يقولوا له يا رب باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات. ورغم كل المواهب دهيت يقول لهم ابعدوا عني لا أعرفكم. أمال مين اللي يدخل الملكوت؟ أصحاب الثمار، اللي هو قال عنها في غلاطية 5، قالوا أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. نفس المعلمنا بولس الرسول لما اتكلم على المواهب وقال جده للمواهب الروحية، لكن رجع قال ايه وايضا اريكم طريقا افضل. قال ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. اذن المحبه اللي هي ثمره من ثمار الروح القدس افضل من جميع المواهب. وكل القديسين كان اللي عندهم موهبه يطلبوا من ربنا ان يحفظهم من الكبرياء، لان حال المواهب بتجيب الايه الكبرياء. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيته شوكه في الجسد عشان ما يتكبرش. اهتموا جدا بالمواهب، ولا سيما موهبه التكلم بألسنة اللي ربنا اداها للرسل في بداية الكرازة عشان تساعدهم في الخدمة، لأن ربنا ما بيدي موهبة بتبقى للبنيان. فبلغوا قوي في الموهبة دهيت وادوها أهمية كبيرة، واعتبروا ان الموهبة دي علامة على الامتلاء وعلامة على الايمان، وان الواحد يعني خد نعمة روحية كبيرة. اللي هي يلاقوه يتكلم بألسنة. طبعا
موهبة التكلم بألسنة ربنا اداها للكنيسة في بداية المسيحية. الآباء الرسل بشروا في كل المسكونة، فكل واحد كان يقدر يفهم بلغته اللي هو بيتكلمها، وكان ليها شروط. لازم اللي يتكلم بيها يكون اللي قاعدين يفهموا، او يبقى في واحد عنده، لا اما وفي واحد ياخد موهبه التكلم بألسنة، او واحد موهبه الترجمه يترجم. لكن في النهايه لازم النهايه يكون للبنيان، الناس تفهم. ولكن إذا حد اتكلم بألسنة بلغة مش مفهومة، ايه هدفها؟ يعني الآباء الرسل لما اتكلموا وجات لهم موهبة الألسنة، الناس فهمت، كل واحد فهم بلغته. لكن دول أحيانا يتكلموا بلغات مش مفهومة وبقت مفقوسة قوي، لأن كان ممكن واحد زمان يتكلم أي كلام، كل واحد يفتكر إن دي لغة بس أنا ما أعرفهاش، لغة بس أنا إيه ما أعرفهاش. زي أحد الآباء الكهنة كان من الصعيد وبعدين عاش في أمريكا، اتولد في أمريكا وترسم قسيس، فحب يزور مصر، فراح يزور كنيسته أو الكنيسة بتاعت عيلته اللي هو بالمنطقة اللي هو فيها، فهو ما كانش يعرف عربي قوي، فصلى بالإنجليزي. في بعض الناس اللي هناك اللي هم لا يعرفوا الإنجليزي يا دوب يعرفوا عربي، فقالوا ايه؟ ابونا ده لبلب في القبطي، لبلب في الايه؟ في القبطي. افتكروا بيقول قبطي لان ما يعرفوش. طيب لما نلاقي واحد يتكلم بألسنة ومحدش فاهمها، انت بص تلاقوا اللغات دلوقتي كلها ممكن تتعرف. ده في كلية الألسن، لو جبنا كلية الألسن قللنا لغة ايه ديت؟ اللغة مش معروفة اهو، برطمة وخلاص. يقولك بيتكلم بايه؟ طب ايه هدفها؟ الروح القدس هيدي موهبة للبنيان ولا بلا هدف؟ عشان كده كمبدأ أساسي إن لابد تكون للبنيان، أو تتقال يكون معاها ترجمة. لكن الحقيقة التكلم بألسنة ديت يهتم بيها بعض البروتستانت ولا سيما الخمسينيين جدا، لدرجة الكتاب وصى لو واحد بيتكلم يقول ايه؟ ما يتكلمش بلسان الا اذا ترجم، حتى نال الكنيسة بنيانا، غير كده فليصمت. اللي يقول عندي موهبة التكلم بألسنة، طب طالما ما حدش عارفها ايه؟ اصمت. طب اذا كان هيصمت، طب يبقى هي ايه هدفها؟ حتى الكتاب نفسه عبر ان كان دي من ضمن العلامات كبرهان للروح، آية لغير المؤمنين في بداية المسيحية اللي ما كانوش بيؤمنوا من المسيحية، وشافوا الرسل اللي هم عميين ما يعرفوش لغات، كل واحد بيتكلم بلغته، فدي في حد ذاتها كانت آية تثبت رسولية وصدق إيمان الرسول اللي بيتكلم. عشان كده بيقول إذن الألسنة آية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، فإذا كان هي أصلا مش هتبني
وإذا كان وسط مؤمنين إيه فايدتها؟ ده تعمل شوشرة. بالعكس ممكن تسبب التجديف. الكتاب نفسه يقول، نفس القديس بولس الرسول اللي اتكلم عن الموهبة ديت بيقول: إن كان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عميون أو غير مؤمنين أفلا يقولون أنكم تهزون؟ هكذا أنتم أيضا إن لم تعطوا باللسان كلاما يفهم فأنكم تكونون تتكلمون في الهواء. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم أعجميا والمتكلم أعجميا عندي. دي القديس بولس الرسول اللي هو تكلم عن موهبة التكلم بألسنة، لخص لنا الرد على اللي بيهتموا بيها بلا معنى وبطريقة ليست للبنيان. والأكتر من كده ان يدعوا انه ممكن واحد يدي الموهبة لغيره، يقول لك احط ايدي على الاخر فيتكلم بألسنة يبقى قابل للروح القدس، وممكن اللي يحط ايده ده واحدة كمان مش واحد يبقى اللي قدامه قابل للروح القدس. هل تفتكروا لهذه الامر من الله؟ القديس بولس الرسول هو اللي يجاوبنا مش احنا اللي بنجاوب. برضو في نقطة تانية غير المواهب والتكلم بألسنة، مفهوم التوبة. التوبة عند البروتستانت بين الإنسان ونفسه بس، لكن عندنا سر. عندنا التوبة إيه؟ سر. عشان كده نقول سر التوبة والاعتراف. احنا من زمان في العهد القديم لو كان حد يعمل خطية كان يجي ويقر بما أخطأ ويقدم ذبيحة لاسمه، جه في لويين 5. وأيام القديس يوحنا المعمدان كان الناس يجوا يقولوا اعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فالتوبة مرتبطة عندنا بالاعتراف والحل، لكن التوبة في الفهم البروتستانتي الواحد بينه وبين ربنا وبس، لا دخل للكنيسة فيها، في حين ان ربنا ادى السلطان للرسل ومن يخلفهم قال لهم: من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتموها امسكت. فاذا لابد تكون مرتبطة بالكنيسة، لكن البروتستانت من الاصل لا يؤمنون بالاسرار، وبالتالي فالتوبة عندهم مش مرتبطة بسر الاعتراف. برضو احيانا يقولوا التوبة دي عمل النعمة بس، كأن الانسان ملوش دور. لكن احنا بالنسبة لنا مفهومنا التوبة عمل مزدوج، النعمة تعمل فيها هو العامل فيكو ان تريدوا ان تعملوا. نقول له توبني يا رب فأتوب، ولكن مع كده لازم يكون للإنسان دور، زي ما قال معلمنا بولس: لم تقوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. وقال: مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية. وقال: من يغلب فسأعطيه إكليل الحياة. ارجعوا إلي أرجع إليكم. فلازم لينا دور. عندنا التوبة فيها انسحاب، لكن للأسف التوبة عند البروتستانت فيها افتخارات. اللي تايب يعتبره اختبار، تعالى احكي اختبارك. هم يقولوا الواحد ما يعترفش، لكن ما عندهمش مانع أبدا الواحد يجي يقول
أنا عملت وسويت وكذا وكذا، لكن دلوقتي أنا بنعمة الله بقيت إيه؟ يعني يعسروا الآخرين وهو بيحكي، ممكن يكون كلامه في عسرة، وفي نفس الوقت في بر ذاتي وما فيش انسحاب. غير العشار لما دخل وقرأ على صدره قال ارحمني يا رب أنا عبدك الخاطي. احنا بالنسبة لنا التوبة طبعا سر ويسبق جميع الأسرار، لكن هم من الأصل ما فيش أسرار، وبالتالي الخلاصة يعني التوبة وغير التوبة لا يؤمنوا بوساطة الكنيسة. الكنيسة ملهاش دور في حياتهم خالص، ويعتمدوا على مفهوم الخاطئ لبعض الآيات. يجيبوا مثلا آية لمعلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، يقول يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية من أجل الجميع. طب هنا الوساطة يقصد بها خاصة بإيه؟ فدية، بالفداء. يعني ما فيش حد هيفدينا إلا مين؟ دم المسيح. والقديس يوحنا الحبيب يقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم كله. هنا بيتكلم عن الكفارة والشفاعة الكفارية. يعني حتى احنا لما بنيجي نتوب ونعترف بالتوبة والاعتراف بناخد الحل ان احنا ناخد جسد المسيح ودمه عشان تغفر لنا خطايانا. التوبة والاعتراف بيهيئنا لنوال المغفرة بدم المسيح اللي قال ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل اسم. لكن طبعا مفيش ايمان بالاسرار، وبالتالي مفيش ايمان بالكهنوت، فمش محتاج الكنيسة لا في المعمودية ولا في التوبة ولا في التناول، حتى في الصلاة على الموتى ما يؤمنوش بالصلاة على الموتى. طبعا لما اتكلمنا عن المعمودية كل مفعيل المعمودية ينسبوها للإيمان، آمن فقط، الإيمان هو بننال بيه التبرير وكده، لكن احنا قلنا بنبدأ بالإيمان، لكن بنؤمن هنؤمن بكلامه، قال من آمن واعتمد خالص. فالإيمان بيسبق أي حاجة، لكن هو عندهم الإيمان هو كل حاجة من غير ما يتمموا ما نالوه بالإيمان أو التعليم الكتاب المقدس. وبرضو يعني بيرفعوا الكنيسة، ما فيش وسط الكنيسة. طب أنا هنال الإيمان إزاي؟ الواحد بينال الإيمان إزاي؟ إلا كل من يدعو باسم الرب يخلص. طب هيدعو إزاي؟ هو عرفوا ربنا إزاي؟ نفس الكتاب يقول في رومية 10 فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ إذن حتى الإيمان اللي هبدأ بيه عشان أنال كل النعم لازم هيكون بواسطة الكنيسة اللي ممثلة في الرسل ومن يخلفهم. فالكتاب نفسه اتكلم عن الرسل او الخدام وسيلة اللي هم بيرفضوا هذه الايه الوسطة او الوسيلة اللي بواسطتهما. يعني في حين القديس بولس يقول ايه من هو بولس ومن هو ابولس بل خادمان امنتم بواسطتهما. اذا ايمانهم كان بواسطة مين؟
بولس وأبولوس اللذان يمثلان الكنيسة. فإذا وساطة الكنيسة يرفضوها، سواء في المعمودية سواء في الإيمان سواء في التعليم، لأن ربنا يسوع المسيح نفسه وصى التلاميذ اذهبوا أكرزوا في جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. إذن التعليم ده بيبقى عن طريق مين؟ الكنيسة. طب هل كان للرسل بس؟ لا، ومن يخلفهم. شوفوا بعض الرسل، مثل القديس بولس الرسول تلمذ ناس زي القديس تيموثاوس، يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. عشان كده الكنيسة تلد الناس بالإيمان والمعمودية. يعني الكنيسة ما حد بيعلم كأنه بيلد إنسان جديد، زي ما بيقول إيه معلمنا بولس الرسول، يقول أطلب إليك من أجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي. يعني نال الإيمان منه وهو كان مقيد. يقول إن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فهنا كلها وسطة الكنيسة اللي هم ينكروها. منح الروح القدس برضو ينكروا وسطة الكنيسة في الروح القدس اللي احنا بناخده في سر المسحة وفي سر الكهنوت بواسطة رؤساء الكهنة في الكنيسة. دي أمثلة، لكن حاجات كتيرة أخرى بتتم بواسطة الكنيسة، سواء الرعاية سواء إقامة خدام، مين اللي بيقيم خدام يكرزوا ويرعوا. يقول أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه وأعطانا خدمة المصالحة. فإذن الكنيسة لها خدمة الإيه؟ المصالحة. وينكروا افرزوا، اما الكتاب يقول افرزوا لي الروح القدس، افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. يقول فصاموا حينئذ وصلوا وضعوا اليهما الايادي واطلقوهما، فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكية. دي كلها حاجات بتتم بواسطة عمل الروح القدس في الكنيسة، ومن ثم بواسطة الكنيسة بتصل كل هذه البركات وهذه الخدمات. بجانب ذلك توجد بعض الخلافات الطقسية بيننا وبين البروتستانت. احنا قلنا هم لا يؤمنوا بالتقليد، بالإضافة يفهموا بعض آيات الكتاب المقدس مفهوم خاطئ ويبنوا عليه عقيدة. عشان كده تلاقي هم نفسهم مختلفين في شيع ومذاهب مختلفة، فما عندهمش مثلا مبدأ الاتجاه للشرق. الكنيسة تبص في أي مكان، لكن دايما لو واحد غريب عن مكانه جاي وعايز يعرف الشرق فين ودخل الكنيسة، على طول هيعرف لوحده الشرق ايه. كده الشرق يبقى كده بحري، يبقى كده قبلي، يبقى كده ايه غرب. لان الكنائس دايما تتجه للشرق. طب ليه؟ ده حتى الانسان لما بينتقل ويجي يدخل الكنيسة ينام هو رأسه للشرق. كتير من الرهبان لما يجوا يناموا يناموا بحيث لما يجي يقوموا يبقى وشهم للايه؟ للشرق. ليه متجهين للشرق دايما؟ احنا دايما بنقول في قانون الايمان وننتظر قيامة وحياة الدار الآخرة،
ننتظر يعني نترقب. لما يكون واحد بيترقب حد جاي بيبص فين؟ في الاتجاه اللي انا عارف هيجي منه. انا عارف انه فلان هيجي من هنا، يبقى لما اترقبه هبص ايه؟ هنا. ربنا يسوع المسيح لما صعد الملائكة على الرسل كما رأيتموها كذا ايه؟ يأتي. فصعد من المشرق فيأتي ايضا فين؟ من جهة الشرق. غير في ايات كثيرة في الكتاب تعبر عن ذلك من العهد القديم حتى. لكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. لما غرس جنة عدن، جنة عدن كانت فين؟ شرقا. فاحنا دايما بنتجه للشرق. المجوس لما رأوا نجمه يقول رأينا نجمه فين؟ في المشرق. الكتاب يقول في المشارق مجدوا الرب. في حزقيال يقول انهار حياة في المشرق. ده بالنسبة لاتجاه للشرق بسرعة. نيجي لإكرام الصليب مثلا. البروتستانت لا يكرموا الصليب. يعني شوفوا احنا مثلا لازم نمسك الصليب، نلبس الصليب، ندق الصليب. لو رفعت العمة هتلاقوا كم صليب؟ كم صليب؟ كام؟ في قالوا ثلاثة وفي قالوا 12 وقالوا 13. كم واحد؟ 12. لا 13. في 6 و6 وواحد في النص حجر الزاوية. يقول لك مبنيين على اساس الرسل والانبياء يسوع المسيح نفسه حجر الايه؟ الزاويه. في الكنيسه لما بندخل اعلى حاجه فيها ايه؟ جوه. طب بره الصليب. لو واحد فينا ماشي كده وحاجه خضته فجاه هيعمل ايه؟ باسم الصليب. لو في الضلمه هيعمل ايه؟ لو قبل ما ياكل او كنوا ما بتعملوش كده. فالصليب بالنسبه لنا حياه، افتخار. حاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسأل. لكن عن البرسانت الصليب لا، ما يدهوش اي اهميه. ده احنا اول درس بنعلمه لاولادنا ايه؟ رشم الصليب. الصليب بالنسبه لنا حياه وعقيده ورمز، برهان حب الله لينا. بنفتخر بحبه. فدان ليس لاحد حبا اعظم من ان يبذل احد نفسه عن احبائه. برهان محبه الله للبشر. الصليب سلاح الشيطان يخاف منه يرتعد. علامة للبركة. ده غير ان في المجيء التاني نفسه قال ايه اللي هيكون في متى 24؟ قال حينئذ تظهر علامة ابن الانسان. ايه هي علامة ابن الانسان؟ الصليب. فإكرام الصليب مختلف تماما. وإن كان حديثا بعض الكنائس البروتستانتية ممكن يحطوا صليبة من فوق كده يعني، بس مش بالمعاني بتاعتنا. هو بس يمكن عشان الناس تعرف إن في هنا نقطة تاني، الأنوار والشموع في الكنيسة. ما يستخدموش الشموع، لكن الكنيسة بالنسبة لنا لازم تبقى منورة وفيها أناديل وفيها الشموع. وده لها
أصول قديمة. حتى في خيمة الاجتماع كان في المنارة الذهبية والسرج، وفي العهد الجديد برضو تشير للكنائس، يقول السائر وسط سبع منائر من ذهب، المنائر السبع هي السبع الكنائس، والنور يشيل الله لأن الله نور، وقال أنتم نور. فالقديسين النور يرمز للقديسين وللملائكة، وهو قال كده يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم، يعني الملائكة والقديسين بيبقوا أنوار. فالكنيسة لازم تكون منورة، ولتكن أحطاءكم ومنطقة وسروجكم موقدة. حتى مثل العذارى الحاكمات والجاهلات، الحاكمات مصابيحهن ايه؟ منورة ومليانة زيت. النور يشير لكلام ربنا، عشان كده لما الانجيل يجي يتقري تلاقي الشمامسة تمسك شمعتين، لانه سراج لرجلي كلامك ونور لسبلي او لسبيلي. يقول وصية الرب مضيئة تنير العينين. خلاف النور برضو من الحاجات الطقسية اللي ما يستخدموهاش خالص البخور. فيش بخور، ما تشموش ريحة بخور أبدا خالص في أي مكان بروتستانتي، في حين إن ربنا لما سلم موسى مكونات وأوصاف خيمة الاجتماع والهيكل بعد كده، اهتم ان يكون في مذبح للبخور، واعتبر ان البخور ده ذبيحة قائمة بذاتها لا ترمز لشيء. ومن الحاجات الجميلة ان لما الملاك ظهر لزكريا ظهر له فين؟ عند مذبح البخور. فكان مذبح البخور او البخور يوقد عليها هارون بخورا عطرا كل صباح. حتى تكوين البخور ربنا هو اللي حدده في سفر الخروج اصحاح 30، لازم يكون بخور عطر. في ناس يحاولوا يفسروا الكتاب غلط، يقولوا ده مذبح البخور ده في العهد القديم عشان يضيع روايح الذبايح الوحشة، كان بتخلي فيه ريحة وحشة. فالبخور ايه؟ زي في ناس كده لما يكونوا طبخين حاجة او عاملين حاجة وريحة البيت مليانة يجيبوا حاجات كده زي فيها عطور عشان يضيعوا الريح. لكن لا، ده في مذبح اسمه مذبح الايه؟ البخور، وربنا هو اللي حدد مكونات البخور. وما كانش في العهد القديم وبس، ده جه عنده في سفر الرؤيا اما وصف الـ24 قسيسا لهم جامات من ذهب مملوءه بخورا هي صلوات القديسين. جاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مجمرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب. غير البخور له معاني طبعا يا أولاد، مش يعني هسيبكم تعرفوها، لكن له معاني جميلة روحية ومازال البخور له أهمية. احنا لما نيجي يقولك رفع البخور، يقولك رفع بخور عشية، بخور باكر، دورة بخور البولس، دورة بخور الإبراكسيس. ولما في التدشين في تدشين لحق البخور، وكان دايما مذبح البخور بيوضع ما بين القدس وقدس الأقداس. احنا حتى لغاية دلوقتي في العهد الجديد نلاقي في مكان للشرية فين؟
ما بين القدس وقدس الأقداس، تلاقوا في سلسلة نازلة شايفينها تتعلق فيها الشرية. بخير كل صلوات المؤمنين تدخل كرائحة البخور الزكية أمام الحضرة الإلهية. طبعا كل الحاجات دي اللي ليها أصول كتابية، البروتستانت لا يؤمنوا بها، لأن بالأصل من الأصل لا يؤمنون لا بالهيكل ولا بالمذبح. المكان عندهم أي مكان وخلاص، يقولوا ما فيش مذبح، في حين القديس بولس الرسول يقول لنا مذبح لا سلطان، الذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. والعهد القديم تنبأ على مذبح العهد الجديد في سفر أشعياء، يقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها، فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم، ويقدمون تذابيح وتقدمة. المذبح كان لا يقام إلا في أورشليم، الذبائح كان لازم في الهيكل، فأرض مصر عشان يقولها يبقى دي مش بيقول يخص العهد القديم، ده كان إشارة لإيه؟ للعهد الجديد. ويقول رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة. يقول وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وأعطى بخورا كثيرا. ده كله في سفر الرؤيا. طبعا هم لا يؤمنون بالشفاعة، وبالتالي لا يؤمنون بالأيقونات، ويقولوا لا ده الكتاب بيقول لا تصنع لك تمثالا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء ومن تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. طب ما صح، هل احنا بنسجد للصورة وبنعبدها؟ لا. وبعدين ده موسى النبي اللي قال كده نفسه، مش هو اللي قال كده؟ ربنا أمره يعمل الحية النحاسية، مش كده وبس، خلاه يصنع قروبا ويتحط فين؟ على التابوت، قروب من ذهب، صورة زي صورة وتمثال كمان، تصنع قروبين من ذهب، صنعت خراط تصنعهما عند طرفي الغطاء، فاصنع قروبا واحد على الطرف من هنا وقروبا آخر على الطرف من هناك. ده مش كده وبس، في الهيكل يقول صنع سليمان في بناء الهيكل وتزيينه عمل قروبين من خشب الزيتون، والحيطان رسمها نقشا بنقر قروبين ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج، وعمل للباب مصراعين رسم عليهما نقش قروبيم ونخيل وبراعم زهور وغشاهما بذهب. ده كله كان فين؟ في العهد القديم. إذن لما بيقول لا تصنع لك اللي هي الحاجة اللي هنعبدها، لكن تزيين الهيكل بالقروبيم وبالزهور والحاجات ده هي أمر إلهي في نفس اللي قاله لموسى لا تصنع، قال له اعمل كذا وكذا. فاذا الامر قاصر على معنى معين هو اللي ما ايه نحترس منه. يعني انا حاولت اوجز لكم باختصار وتارك الامر لشطارتكم ومذاكرتكم، لكن الفكره الرئيسيه اديتها لكم، وأعتقد نكتفي بهذا القدر لألا تخوروا يعني في الطريق، وهدي فرصة للأسئلة عشان النهاردة آخر لقاء. كيف أبدأ دراسة علم اللاهوت الدفاعي وما الكتب التي تساعدني؟ إحنا بنبدأ الأول دراسة علم اللاهوت العقيدي والمقارن، أما تخلصوا ده تفكروا في غيره.
لازم الواحد يدرس الأساسيات الأول. في واحد بيقول انه في القداس الباسيلي والقداس الغرغوري والكورولوسي نخاطم أكنوم الابن وأكنوم الاب خاصة في القسمة، فلماذا لا يوجد قداس نخاطب فيه؟ بالعكس احنا في وسط القداس بنخاطب الثالوث القدوس ده، احنا في سقف القداس الباسيلي القداس الغرغور القداس الكورولوسي لما نيجي نصلي المزامير في الساعة الثالثة نقول له روحك القدوس يا رب، ونقول له أيها الملك السماء المعزي روح الحق. أما بخطب أيها الملك السماء المعزي روح الحق ده مقصود بمين؟ مين هو الملك السماء المعزي روح الحق؟ الروح القدس. وبعدين برضو الخطاب بيبقى موجه أكتر للأب أو للابن في القداس الباسيلي أو الغرغوري، لكن ما يمنعش إن بنخاطب برضو يعني الأقانيم الأخرى. يعني في القداس الباسيلي بنخاطب الآب، في القداس الغرغوري بنخاطب الإيه؟ الابن. طب لما أقول بشفاعة والدة الإله نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، أنا بخاطب الآب ولا الابن ولا الروح القدس؟ الثلاثة. مش بقوله نسجد لك المسيح مع أبيك الصالح والروح، يبقى أنا بخاطب الإيه؟ التلاتة. لما يجي في القداس الباسيلي بخاطب في مين؟ والكورولوسي بخاطب الآب، أجي في أمين 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 أقول له إيه؟ بموتك يا رب نبشر، أنا بخاطب الآب ولا الإب؟ فهو كل قداس بيغلب عليه مثلا خطاب للآب أو الإبن، لكن لا يمنع ان بيبقى فيه مشتملات للثالوث القدوس ككل. في سؤال بيقول ما موقف الكنيسه من اطاخي؟ الحقيقه كان مفروض اقول الحكايه دي المره اللي فاتت. هو طبعا زي ما حكيت لكم ان اطاخي نال الحل في مجمع افسس 449، والحرم اللي كان خده في 448 في مجمع القسطنطينيه كان حصل في تزوير في أقواله، ونسب إليه أقوال ألها سؤدوريتوس في كتاب الشحات، ادعى أنه بيقول إن اللاهوت الناسوت زي نقطة خل دابت، وده اللي الناس بتنسبه لأطاخيل دلوقتي. لكن لم يذكر أو ما عندناش مستندات تقول إنه قال. احنا ما يهمنا اولا ان كل ما ينسب لأطاخي نرفضه ولا نقبله على الاطلاق، ده اولا. ثانيا، رغم ان ما عندناش ما يدين أطاخي كمستند او حاجه، لكن حصل في بعض البابا ديسكورس لما جه البابا تيموساوس حصل ايه؟ كانوا الهراتقة يفضلوا ينسبوا للقديسين بعض اقوال غلط، يقولوا ده القديس كورولوس اقر بالطبيعتين، وخصوصا في الادعاء الخاص بايه؟ بمصالحة 433. فيقوم في بعض الناس البسطاء يقولوا يا القديس كورولوس قال كده خلاص يبقى طبعتين. أطاخي كان مشهور انه راجل قديس كويس، ده أطاخي قال ان الناسوت تلاشى وهي طبيعة واحدة لاهوتية فقط. في ناس لا بتفهم ما عندهاش الفهم لكن تثق في الاشخاص، أطاخي قال كده خلاص احنا ايه نقول كده.
فلما رجع البابا تيموساوس من المنفى لقى في ناس بيقولوا بالقول اللي نسب لأطاخي، وفاكرين ان البابا تيموساوس هيبقى معاهم باعتبار كنيستنا ما ادنتش أطاخي، والاخرين بيتهمون انه قال كده. فلقوا البابا تيموساوس بيهاجمهم بشدة ويرفض هذا الامر تماما. فلما واجههم قالوا له اشمعنى طيب قبلت أطاخي؟ قال لهم ثبت في مجمع أفسس الثاني اللي هو 449 ان أطاخي ما قالش كده، ومحدش سمعه قال كده. قالوا لا قال كده، احنا سمعناه قال كده. فأصبح الأمر بقى فيه خطر إن ممكن ناس أما نشر بيقول كده إن يكون قال كده والناس تفتكر إن احنا بنحلل إيه؟ وطافي. فالبابا تيموساوس قفل الباب ده خالص، قال خلاص نحن نحرم أطاخي بناء على شهادتكم التي ستعطون عنها حسابا أمام الله الديان على مسؤوليتهم. فاحنا أطاخي قال ما قالش مش قضيتنا، مدان مش مدان، هو مدان دلوقتي، لكن ما يهمنا أولا إن كل ما نسب إليه لنقبله. ما يهمنا ثانيا إن لغاية مجمع خلق دنيا لا يوجد ما يثبت إن أطاخي قال كده، بل قدم إيمانا أرثوذكسيا، وبناء عليه البابا ديسقورس وكل رؤساء مجمع أفسس 449 اللي معاه، بل كل المجمع أعطى الحل لأطاخي بناء على براءته مما نسب إليه. فيهمنا حاجتين، إننا لا نقبل الإيمان، أطاخي مدان، بس البابا ديسقورس ومن معه حكموا عليه بحق، إن حتى هذه اللحظة لم يظهر منه ما يشير لعكس ذلك، إن هو قال بالفعل، ما كانش في حاجة تشير إنه قال كده، بل العكس. حتى في مجمع خلق دنيا ادعوا إن هو المجمع ده عشان يحاكموا أطاخي، أمروا بنفي أطاخي دون أن يحاكم، محدش خد أقواله، هو أنت قلت كده وأغلق الباب واتقفل النقطة، اتهم انه قال كده لم يدافع عن نفسه. عموما في النهايه كنيستنا من خلال البابا تيموساوس تم حرم أطاخي بناء على شهاده الشهود اللي هم يحاسبوا امام الله عنها. في سؤال بصراحه يدل ان صاحبه مش مدرك الشرح كله، حينما قيد الله الشيطان كان بلاهوته أم بناسوته؟ يعني أنت معنى كلامك إن اللاهوت لوحده والناسوت لوحده؟ وهل الناسوت فرق اللاهوت بعد الموت؟ أنت معنى كل هذا الوقت ولا تعلم إن كان اللاهوت فرق الناسوت ولا لأ؟ ما زلت في شك وعدم معرفة، وظلت ازاي لسنة تانية؟ او بعد انفصال الروح الانسانية عن الجسد؟ يعني الاسئلة كلها. السيد المسيح منذ اللحظة الاولى لتجسده لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة،
ولا طرفة عين. حتى الروح لما فرقت الجسد لكن ظلت الروح متحدة باللاهوت والجسد متحد باللاهوت. في واحدة بتقول عندي صديق كان عنده اكتئاب، وقف علاجه عشان بيأثر على الدراسة، ازاي اقدر ادعمه مع العلم اني بنت واي حدود المفروض احطها؟ مفروض ان ملكيش دعوة خالص بيه، ملكيش دعوة بيه خالص، ومش مسؤولة عن تدعيم، ودعمي نفسك انت الاول. مطلقا مفيش قدر معين من الحدود، مفيش خالص. مش ايه حدود التدعيم؟ مفيش تدعيم على الاطلاق. تتعاملي اذا كان تعرفيه سلام سلام، معارف عادية، لا دور لك انك تعمليه، كل المعاملة انك بتتعاملي مع عادي وخلاص، يعني معاملة جيدة، لكن مالكيش دعوة. هل كان أطاخي كبش فداء للخلقدونيين أم لأنه كان في صف البابا ديسكوروس؟ شوفوا يعني ما تشغلوش بالكوا في الجانب التاريخي دلوقتي، خلينا في الجانب اللاهوتي. ما نصب لأطاخي لا نقبله، ده أولا. ثانيا ما عندناش أقوال وكتابات لأطاخي تدينه، كل ما قيل عنه نصب له من آخرين. أعمال المجامع الرسمية اللي هو دخل فيها، سواء مجمع القسطنطينية، مجمع 449، أقواله كلها لا تدينه. ما نصب إليه من سودوريتس في كتاب الشحات كل كلام يدان عليه، وهذا الكلام نصب لقبله للبابا كيرلس، والبابا كيرلس جاوب عليه في رسالته لساكسنسوس. هو ليه السيد المسيح قيد الشيطان من هو عند الصليب الألف سنة؟ ليه ما قيده أو ليه ما قيدوش من الأول؟ لأن ما كانش الفداء تم، لكن بعد ما تمم الفداء أصبح يعني إيه، مالوش سلطان على أولاد ربنا، بقوا مسلحين. ما احنا قلنا القيد ده ما هو بيعمل في الأشرار، مش كان في عصور اضطهادات؟ يعني هو ليه سلطان على أتباعه، لكن هو مقيد بالنسبة لأولاد ربنا، ما ملوش سلطان عليهم إلا لو هم راحوا له. إمتى بنصلي القداس الباسيلي والغرغوري؟ في أي وقت. بيفضل الغرغوري في الأعياد والكرولوسي في الأصوام، لكن ممكن في أي وقت يتصلى أي قداس. بنتي يا سيدنا عندها 7 سنين بحفظها المزمور 150، وفي جزء بالخطايا ولدتني أمي. فضلت تقول لي يعني إيه هي يا ماما عندها خطايا ولدتني بيها؟ ممكن تجيبها لها بطريقة مبسطة، يعني تقول لها من ساعة أبونا آدم ما أخطأ ورثنا الخطية دي. ممكن ما تعرفش إيه التفصيل ورثنا، ومنها وأيضا ورثنا المل الخطية، بقى الإنسان فكره بيوزه كده وبيميل إن يعمل الإيه؟ الخطية. فمحتاج يجاهد دايما، ينتبه وما يعملش الحاجة الغلط، عشان دايما ممكن يلاقي نفسه بيميل للإيه؟ ان يعمل حاجة غلط. فالمفروض ربنا بينبهنا ما نعملش الغلط. هتقولها لها بطريقة مبسطة،
سلام يا سيدنا الملك قسطنطين مات أريوسين؟ لا طبعا، ولاده كان اتأثروا بأريوس شوية في منهم يعني، لكن قسطنطين كمبار. هتوحشنا يا سيدنا، انتوا برضو هتوحشوني، عشان كده من حين لآخر بنعمل مؤتمرات للخدام، تواظبوا اي مؤتمر تسمعوا عنه بنعمله تشتركوا فيه. ممكن بنلتقي بخدام كل كنيسة على حدة كل فترة، ممكن تكونوا حريصين تبقوا موجودين اشوفكم. ممكن الشاطر فيكم يلتحق بالكورسات اللي فاتوا يدرسوا اونلاين ويلحق، عشان هنبدأ قريب الكورس الجديد، يكون خلص يقدر يتابع معانا. بس دي مش يقدر يعملها غير ايه؟ صح. ايه هي شروط الرهبنة للبنات؟ اولا لازم تكون في سن صغيرة، ديورة البنات بيشترطوا يكونوا في سن معين. ثانيا لازم يكون من كل قلبها بتحب ربنا وشبعانة بيه، مش عايزة اي حاجة في الدنيا غيره. في هنا قداسات، احنا هنا قداسات كل يوم، معظم الايام بنصلي في الكنيسة هنا، ما لم يكن في ايام بنصلي في كنائس اخرى في الأبروشية. القداس بيبدأ من 6 لـ 8:15 تقريبا. يوم الحد بيبقى فيه قداسين، من الاول من 6 لـ 9 والتاني من 9 لـ، لكن انا عادة اصلي الاولاني. هل الانجليين هم البروتستانت؟ من ضمن فرق البروتستانت. هل في طائفة مسيحية بتقبل الزواج من طرف آخر غير مسيحي؟ مش هقول لكم هي مين عشان ما تروحوا لهاش. هل في امتحان للفكر الكريستولوجي منفصل عن باقي المنهج اللي هو المقارن؟ لا، الامتحان محاضرة بمحاضرة دي منفصلة، لكن هتيجي في آخر الترم اللاهوت المقارن كله امتحان واحد، نصه المحاضرتين دول. سلام ونعمة يا سيدنا. سؤال روحي لكن مهم في المعاملات، ازاي اتعامل مع الشخص الذي يسيء الي وعدم التسرع بالغضب؟ ان الواحد يحاول يبعد او يسكت لو في موقف مصير، ما يردش وهو منفعل بقدر الامكان، يستنى لما يهدى كويس وبعد كده ايه يتعامل. فممكن تأجل، الواحد يأجل اللي قدامه. طب ممكن نتفاهم بعدين في الموضوع دوت، نأجل الكلام ده دلوقتي، وهكذا يعني. وعلى قد ما نقدر زي ما بيقول الكتاب، على قدر طاقتكم إن أمكن سلموا جميع الناس. الواحد يلتمس العذر اللي قدامه، يكون متضايق تعبان فهم غلط أو غيره. كل ما الواحد يبقى متسامح هو نفسيته تبقى مرتاحة أكتر، لكن كل واحد له طاقة، عشان كده يقول الكتاب يقول على قدر ايه طاقتكم. ما هي الكنائس التي تبع الطائفة البروتستانت؟ اللي هم ما هماش ارثوذكس ولا كاثوليك، اي حاجه كده بقى يبقى بروتستانت. في الارتباط كمبدا عام يا اولاد، يهمنا الواحد يهمه الشخص اللي قدامه يكون كويس ويكون مناسب، في تكافؤ في المستوى الذهني والفكري والثقافي.
والاجتماعي، حتى لو في فرق اجتماعي لكن بالقدر اللي يكون اللي قدامي ده قادر انه يفتح بيت. نفترض واحد كويس لكن قدرته المادية ما يقدرش يفتح بيت، طب وبعدين؟ وهو طيب وكويس خالص برضو ما ينفعش. فلازم يكون في حد أدنى، ممكن يكون أقل مننا ماديا شوية لكن في حد أدنى أنه يقدر يفتح بيت ويكون مناسب في حاجات الأخرى، مستوى الفكري والثقافي والعمري، ولازم يكون في قبول عائلي متبادل. في حد بيروح لحد بيتكلم بألسنة، ادي احنا علمناك وكل واحد مسؤول عن نفسه بقى. ننبه غيرنا، لو ليك صديق نبهه. احنا في اختلاف مع روما، كيف في السنكسار اليوم قديس فيليكسوس اوف روما. الخلاف بدأ من مجمع خلق دنيا سنة 451. لو في قديسين قبل التاريخ ده يبقوا قديسين عامين يعني بنقبلهم، لكن بعد 451 لا. فالقديس بتاع النهاردة كان قبل مجمع خلق دنيا. ازاي إلي صعد بجسد كامل والجسد محتاج الى اكل؟ يعني اللي ربنا خاده مش هيعرف يدبر له الاكل وشرب؟ اذا كانه كان بيدبر له اكله على الارض وكان فيها مجاعة ومحدش لقي ياكل، اللي دبر له اكله وهو على الارض مش هيعرف يدبر له فوق؟ لو حد دخل عند الكاثوليك وتناول يعمل ايه وهو ارثوذكسي؟ يروح يعترف. في حد بيقول قبل كده سمعت لنيافتك محاضرة بتقول فيها ان اخت الامبراطور كانت نادرة نفسها ورجعت في النادر، مش كانت متعاقبة لخطية معينة؟ هي دخلت الدير بسبب موقف معين اخوها امرها وخلاص هتعيش في الدير، ومفروض بقى ان خلاص هتعيش حياة النادر انها حياة توبة. بعد اخوها ما مات سابت الدير وحنست بالنادر ده ويعني وجوزت. هل مسموح بالبخور في المنزل؟ لا، البخور اولا لازم اللي يقدمه كاهن، ما ينفعش حد ياخد بخور ويعمله لنفسه كده، لازم اللي يقدم البخور كاهن. لو في البيت ممكن في سر مسحة المرضى او تبريك ممكن، لكن لازم اللي يقوم بيه كاهن. هل كده المواهب مهمة ولا لا؟ مهمة، بس اللي اهم منها الثمار، ومهمة لكن ما نسعاش ليها، نكون مهيئين، نكون الواحد مستعد روحيا ان ربنا يعمل فيه، بس لا اطلب موهبة معينة. ولو ربنا اداني موهبة انتبه لألا اتكبر، اطلب منه ان يحفظني. هل البروتستانت ايمانهم بالطبعتين والمشيئتين للسيد المسيح؟ نعم. هل يصح قول ان يوقيم جد بابا يسوع؟ هذا سؤال طفل 9 سنوات. زي ما بنقول امه بالجسد جده بالجسد. بعد اذن يافتك، احنا ليه مش بندرس في الكنيسة لاهو الدفاعي والرد على الشكوك حول العقيدة؟ ان عدو الخير بيستخدم ناس كتير تكون سبب عصر للضعفاء. قبل ما ادرس دفاعي الشكوك في العقيدة لازم اكون عارف العقيدة. احنا بندرس العقيدة الاول، طالما درست العقيدة يبقى عندك الدفاع عن العقيدة، يبقى تعرف ترد. مش درسنا عقيدة الفداء وعقيدة التجسد ولاهوت المسيح والثالوث القدوس والشفاعة والحياة الاخرى والاسرار، ودخلنا في اللاهوت المقارن؟ اللي هيشككنا في كده ما احنا درسنا الاصل.
لكن هقول لك اللي يقول لك كده تقول ايه وانت مش عارف. اللي بيدخل كلية طب مثلا بيدرس وظائف الأعضاء وجسم الإنسان، بيدرس الإنسان السليم الأول ولا بيدرس المرض الأول؟ بيدرس تكوين الإنسان ووظائف أعضائه وهو سليم، بعد ما بيخلصها يبدأ يدرس الأمراض. لكن هل ينفع يدرس الأمراض وهو ما يعرفش جسم الإنسان وتركيبه؟ لما إيليا وأخنوخ ييجوا هنعرفهم، لو موجود هبقول لك. ازاي هم هيموتوا؟ هيموتهم المسيح الدجال او ضد المسيح، وربنا هيقومهم. سلام يا سيدنا، ازاي يمتلئ من الروح القدس؟ الكتاب يقول دعوا الروح يملأكم. يعني ايه؟ اي واحد يجي يملى حاجة بيعمل ايه؟ لازم الحاجة اللي هتتملي تكون فاضية، مش كده؟ فلاقي مكان احط فيه، فالواحد يفضي نفسه، ينقي نفسه بالتوبة ويتغذى بوسائط النعمة. ممكن بالفعل سر التناول، وقال لتسكن فيكم كلمة الله بغنى. الواحد يلهج في كلام ربنا نهار وليل ويكلم ربنا كتير، فبص تلاقي يتملي بالنعمة. ايه المحب؟ آية المحبة لا تظن السوء، يعني عشان بحب حد وهو غلط فيا عمدا فأنا مش بظن سوء فيه مع انه أذاني. ليه بنتي؟ في خطايا بعض الناس ظاهرة تتقدمهم للقضاء، لكن في حاجات بتبقى مش واضح، الواحد مش على يقين منها، فالواحد ياخدها بحسن نية أفضل. لكن في حاجات بتبقى مثبتة خلاص. طيب نكتفي بهذا القدر وهنصلي وبعد كده